السلام عليكم. ده شرح السيستم المطعم او المخازن او اي حاجة عموما ليها علاقة بالبيع والشراء. هنا بنبتدي بالصفحة دي، في صفحة الموظف، بعد كده ده لو في موظفين فبكتب اسم الموظف ورقم البطاقة، التليفون، العنوان بتاعه، الوظيفة، وشغال ايه، سواء مثلا ويتر او سواء شيف، ايا كان الكلام ده كله، بكتب مرتبه ايه، يعني نبقى معايا الداتا للموظف نفسه. تمام. هنا دوت المستخدم لو عموما لو في حد مثلا بيستخدم السيستم، في حد قاعد على الكاشير بيستخدمه، فهنا بكتب اسمه والاسم بتاعه والرقم السري اللي هو يفتح بيه السيستم والصلاحيات بتاعته، هو سواء هو كاشير او هو مثلا هنا الادمين او المدير او ايا كان عموما حضرتك اللي هتبقى محتاجه الصلاحيات ليه هو. وهنا بتحكم يفتح انهي شاشه بالظبط، في شاشه الرئيسيه وفي الكاشير والمطبخ، العرض، التقارير، انا اللي بتحكم هو يفتح ايه وما يفتحش ايه. بعد كده في الاصناف، انا لو هنا عايز اضيف اصناف، مثلا لو نفترض لو هو المطعم فبكتب مثلا ان هو مثلا عايز اضيف كريب كذا، كريب سجق، بكتب هنا كريب مثلا، بكتب هنا كريب، تحت بكتب مثلا ان هو نوع الصنف هنا مثلا ان هو اكل مثلا، اي حاجه هنا، هنا بنضيف هنا هي مشروبات ولا بطاطس ولا بنضيف هنا الانواع عموما، وهنا السعر بتاعه ايه، وهنا بنحط له صوره الحاجه، البرودكت اللي عاوزينها نفسها يعني بس، وبنعمل حفظ وبتتسيف عندنا بس. دي الشاشه الرئيسيه. في بعد كده لو عايز افتح شاشه الكاشير للراجل اللي بيحاسب منها الناس، في دي الكاشير العادي، دي لا احنا بنضيف الاصناف وبقى عندنا الاصناف. في هنا مثلا الفول، في فول محاوط، فول ساده، يعني بضيف جوه الصنف نفسه كذا صنف. تمام. في الفراخ هنا كذا حاجه، سواء مشويه او بطاطس بالجبنه وبطاطس عاديه، ده لو كاشير عادي شخص جاي بياكل من الكاشير. لو في الدليفري، رقم التليفون بتاعه والعنوان والاسم بتاعه بيتسيف عني، عشان بعد كده لو اتصل بيا بكتب بس اشوف اسمه ايه، بيظهر عندي كل تفاصيله وبختار. هنا السعر، الدليفري مولاي صل، ونسبة الخصم لو عايز اعمل خصم مثلا، لو نفترض ان مثلا الكاشير، فهنا جبت بطاطس بزود الكمية مثلا 5 بطاطس مثلا ب50 جنيه، بيبقى هنا مكتوب كل حاجة بس كذلك، والدليفري برضو كذلك. في هنا برضو التقارير مولاي، دي على حسب بقى، دي مش يعني مش كاتبينها دلوقتي، دي على حسب البرودكت اللي هنفتح ليه، سواء مثلا مطعم او كافيه، فبنكتب التقارير دي بتعرض سواء الارباح والخسائر وكل الكلام ده بس. ده سيستم بسيط جدا بيتزود، ممكن ازود عليه المخازن بس على حسب، لو حضرتك عاوز المخازن بنضيف بس. السلام عليكم.